كالاصطلاحات الأخرى التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. قال تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. كلمة ثم يعودون لما قالوا مشكلة على البعض، مشكلة على البعض، ولكن ولأنها كلام الله فليس فيه اختلاف. فقال ابن حزم، أو عفوا فريق من الظاهرية، أظن أن منهم ابن حزم أيضا، لكن حتى لا أسمي ابن حزم قد أكون مخطئا في حق بعض الظاهرية، يقولون: الذي يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي ليس عليه شيء إلا إذا كرر الكلمة، إلا إذا قال لها مرة أخرى أنت علي كظهر أمي، لأن الله قال: ثم يعودون لما قال. هذا كلام بعض الظاهرية، فحمل كلمة ثم يعودون لما قالوا أي أنه يعود لنفس الكلمة مرة ثانية، فالأولى معفون عنه، الثانية هي المؤاخذة عليها لما فهمه من الآية. وقال آخرون من أهل العلم إن كلمة ثم يعودون لما قالوا حروف الجر تتناوب ويكون المعنى ثم يعودون عما قالوا، وقال لزوجاتي أنت عليك ظهر أمي، ثم أنه يريد أن يرجع عن هذا القول فيلزم بالكفارة، وهذا من أمثل الأقوال، من أمثل الأقوال. وثمت أقوال أخر. أما القول الأول والذي قد يبدو أن ظاهره فيه الصواب لكن حقيقته أن باطنه غير صائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال للرجل ارجع حتى تأتي مرة أخرى إذا قلت الكلمة مرة أخرى تعالى، إنما عاقبه بماذا؟ أو أفاده بالكفارة التي أوجبها الله تعالى عليه، فيرد كلام الظاهرية فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المظاهر، مع المظاهر أنه لم يرد وقل تعالى انصرف، وإذا فعلتها مرة ثانية تعالى لنا نقيم عليك الكفارة. وسبق البيان عن أن حروف الجر قد تتناوب. ثم يعودون لما قالوا، فما جزاؤهم؟ قال: فتحرير رقبة. ما عقوبتهم؟ ما كفارة قيلهم؟ فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، يعني خلاص إذا قال للزوجة أنت محرمة عليك ظهر أمي انفصل الآن لا تقربها، تريد أن ترجع إليها عليك بالكفارة الآتية: حرر رقبة، اشتري عبدا أعتقه أو أمة فأعتقها قبل أن تجامع زوجتك، قبل أن تجامع زوجتك. فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، والمساس الجماع، المساس الجماع على رأي كثير من العلماء، ذلكم توعظون به تذكرون به والله بما تعملون خبير. ربنا أعلم هل أنت ستقيم أوامره أو ستنتهكها، والذي سيحاسبك ويعاقبك. فمن لم يجد، ما وجدنا رقبة، صبرا بس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، من قبل أن يتماس، قبل الجماع صم شهرين متتابعين من الشهور الهلالية العربية التي نسميها نحن رجب شعبان رمضان، الشهور المعروفة
فصيام شهرين متتابعين أيضا من قبل أن يتماس. فمن لم يستطع صيام الشهرين المتتابعين فإطعام 60 مسكينا. الاستطاعة من عدمها من يعلمها؟ الله. فلا يجزي أن تنتقل من مرحلة إلى أخرى إلا بعد العجز. قال تعالى: ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله التي حدها لعباده فلا تتجاوزوها وللكافرين